أبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكين في مذكرة داخلية بأنهم لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة بأن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي. وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير الماضي، فإنه على بلينكين تقديم تقرير للكونغرس بحلول 8 مايو المقبل يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي. فيما قال مسؤول أمريكي إن بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية بينما فضل آخرون رفضها، فيما لم يتخذ أي موقف بعد. مشاهدينا، ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وعدم امتثالها للقانون الإنساني الدولي خلال حربها على غزة، هذا العنوان بات يقلق إدارة البيت الأبيض، خاصة مع ورود معلومات باستخدام الأسلحة الأمريكية في القضاء في القطاع خلافا لما ينص عليه القانون الإنساني الدولي. التأكيد حمله عرض مشترك من 4 مكاتب بحسب رويترز ينفي وجود تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي. واستشهد التقييم الذي قدم لوزير الخارجية أنتوني بلينكين ب8 أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي تثير تساؤلات جدية عن انتهاكات محتملة. وشملت الانتهاكات وفق التقرير ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر وإلحاق الضرر بشكل غير معقول بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية. كما أشار التقييم إلى تسجيل 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي. وقال مصدر مطلع لرويترز إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية لم يتخذ موقفا جوهريا بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية المقدمة، لكن العرض المشترك اعتبر أن تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي، ويتطلب أيضا داعيا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في جميع المبيعات الجارية والمستقبلية من الأسلحة الأمريكية لدول أخرى في المنطقة. وذكر التقرير أن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأمريكية سيثير استفزازات من جانب إيران والميليشيات الموالية لها في المنطقة. وسيقدم بلينكين تقريرا إلى الكونغرس يحدد فيه ما إذا حصل على ضمانات إسرائيلية موثوقة بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الأمريكي أو الدولي. هذا وأعلنت المتحدثة الناطقة باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة ريرويت استقالتها اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب على غزة، لتكون الاستقالة 3 على الأقل في الوزارة بسبب هذه القضية. مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها 7، تزداد أصوات التنديد من الداخل الأمريكي بطريقة تعامل إسرائيل مع مجريات الصراع، لا سيما مع ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين المدنيين. المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية هالة راريت، التي تشغل أيضا منصب نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، أعلنت عبر منصة لينكدإن استقالتها من منصبها بسبب معارضتها لسياسة إدارة الرئيس جو بايدن بشأن غزة. يشار إلى أن الاستقالة راريت هي الأحدث ضمن سلسلة استقالات لدبلوماسيين أمريكيين تنحوا عن مناصبهم بعد انتقادهم الدعم غير المشروط من بلادهم لإسرائيل. فقد استقالت جوش بول الذي كان مديرا لمكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية في أكتوبر الماضي. كذلك أعلنت مسؤولة في الخارجية الأمريكية أنيل شيلن التي تعمل في قضايا حقوق الإنسان بالشرق الأوسط استقالتها. وتلك الاستقالات أتت بعد أشهر من اعتراف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية حول نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع الحرب، بعد توقيع 100 موظف بالخارجية الأمريكية على مذكرة معارضة لبايدن تتهمه بنشر معلومات مضللة، وتعتبر أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في القطاع وفق المذكرة.
نقلت معاريف عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب على قطاع غزة. وقالت الصحيفة إن مسؤولين كبار في إسرائيل انتقدوا تغريدة نتنياهو التي هاجم فيها الجنائية الدولية قائلا إن حكومته لن تقبل بمحاولات المحكمة لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأضافت معاريف أن تصريح نتنياهو قد يؤدي إلى تعقيد الوضع وقد تكون بمثابة رسالة إلى المحكمة يمكن تفسيرها على أنها تهديد. وقالت مصادر الصحيفة إن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية، وأشارت إلى أنه يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحرك بهذا الخصوص. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هناك اعتقادا بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت، وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي. كل هذه التطورات السياسية. من لندن ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص. أهلا بك معنا دكتور محمد في برنامج استوديو الحدث. أول سؤال، هل سيتمكن بلينكين من إيجاد ضمانات بأنه إسرائيل لم تستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وإبادة وجرائم حرب، أم لن يصل إلى هذه النقطة؟ وانعكاسات ذلك على أي قرارات مستقبلية من واشنطن بتسليح إسرائيل؟ يا دكتور محمد أعتذر منك بس ما احنا سامعينك، يعني ما يبدو الصوت انقطع. سنحاول إعادة الاتصال بك مرة أخرى إذا كنت تسمعنا. خرج مئات من الإسرائيليين في تظاهرة بمدينة حيفا للمطالبة الحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. חושך לגרש. תודה לנוער, תודה לסטודנטים, תודה לחזית הקרובה. Palestine, the free! From the sea to the...
Well, if you listen. Actually, I am listening. Yeah, you're listening right there. Yeah. Okay. What are they doing? يعود إلينا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص عبر الهاتف. دكتور محمد، كنت سألتك الضمانات التي ستقدم من إسرائيل إلى بلينكن ردا على التقرير الذي نشر في رويترز، هل سيكون لواشنطن موقف حاسم بعد هذه الضمانات إن قدمت وكانت مقنعة؟ الأمر يعود إلى الولايات المتحدة، لأنه حتى الآن ما عبرت عنه الأحزاب الحاكمة، تحدث عن الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري من دعم لإسرائيل، لا يشي حتى الآن أن الموقف الرسمي بإمكانه أن يعطل هذه العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. طبعا هناك إشارات عديدة عن تحفظ إدارة بايدن في السلوك الإسرائيلي، لكن لم يصدر ما يمكن أن يؤذي إسرائيل في عمليتها. طبعا القبول بهذه الضمانات من عدم القبول هو قرار سياسي، لأنه بإمكان واشنطن أن تقبل نوعية هذه الضمانات المقدمة من إسرائيل، وبإمكانها أيضا أن تغض الطرف عن هذه الضمانات، لكن بكل الأحوال هذا يعتبر مؤشر على ضغوط حقيقية تمارسها واشنطن على تل أبيب. نعم. طيب بالنسبة لأدوات الضغط، يعني الإعلام يتحدث عن الإعلام الأمريكي أقصد يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية وارتكاب جرائم حرب، وهناك مخاوف من صدور مذكرة بحق وزير الدفاع ونتنياهو وغيره من الحكومة الحرب من المحكمة الجنائية الدولية، هل ممكن أن تتدخل واشنطن هنا وتستمر في عملية دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية، أم سيكون الأمر مختلف وفعلا ستصدر هذه المذكرة التساؤل؟ طبعا شيء لافت ما يصدر عن الولايات المتحدة سواء في الكلام عن إمكانية فرض عقوبات على إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي، وهذا يعود إلى تحقيقات قديمة، لكن بالمعنى السياسي هناك قرار سياسي بأن يتقدم هذا الملف. ثانيا في المزاج العالمي أيضا هذه المظاهرات الجارية في العالم خصوصا في الجامعات الأمريكية، وهي التي تمثل النخب التي ستصبح حاكمة في الولايات المتحدة، وواضح أن هذه التجربة أو هذه السابقة الأمريكية بدأ يكون لها مفاعيل في أوروبا، في إيطاليا، في فرنسا، وحتى في أستراليا، فبالتالي هناك مزاج دولي في هذا الشأن. ناهيك عن مسألة الجنائية الدولية التي يبدو بدأت تزعج نتنياهو وتزعج الحاكم في الجنائية الدولية، هي فرع من فروع الأمم المتحدة، وبالتالي هي تتجاوز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكانية صدور هذا الأمر عن مؤسسة قضائية بإمكانها أن يكون عاملا ضاغطا. أعتقد أنه سيكون أيضا عامل بإمكانه أن يكون ضغط داخل في الداخل الإسرائيلي كما بدأ الرأي العام الداخلي هناك. نعم، استقالات متتالية، ربما هذه الاستقالة الثالثة التي كنا نتحدث عنها، وهي استقالة المتحدثة باللغة العربية في السفارة أو المركز الإقليمي للقنصلية الأمريكية في دبي، تقريبا هذا هو مقرهم. هل هذه الاستقالات المتتالية في وزارة الخارجية اعتراضا على سياسة واشنطن فيما يخص دعمها لتل أبيب، هل تشكل عامل ضغط حقيقي على إدارة الرئيس بايدن؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا الضغط الذي يأتي من داخل الخارجية الأمريكية كيف يمكن أن يستغل للرئيس دونالد ترامب إن فاز في الرئاسة
المقبلة؟ يعني يجب عدم التقليل من أهمية هذا الارتباك الحاصل داخل وزارة الخارجية الأمريكية. نتحدث عن استقالات، قبل ذلك تحدثنا عن رسالة جماعية لحوالي 100 من السفراء والدبلوماسيين والموظفين في وزارة الخارجية الذين اعترضوا على سياسة الولايات المتحدة إزاء حرب غزة. أيضا هذا الظرف يأتي في ظل حملة انتخابات رئاسية، نحن في على بعد أشهر من الانتخابات في نوفمبر، وبالتالي يحتاج الرئيس بايدن إلى الأصوات أيضا المؤيدة لغزة، سواء كانت على مستوى الأقليات الاجتماعية، على مستوى الجالية المسلمة، أو على مستوى الجناح المتقدم اليساري في الحزب الديمقراطي. أن تأتي هذه الخطبة من داخل الإدارة الأمريكية ومن داخل الذراع الدبلوماسية الأولى لهذه الإدارة، فعلا بإمكانه أن يضغط على بايدن وعلى البيض الأبيض في هذا الشأن. نعم. لكن بكل الأحوال حتى إشعار آخر، القرار الأمريكي ما زال داعما بشروط لإسرائيل. هل ممكن هذا التقارير التي صدرت على الانتهاكات الإسرائيلية أن تثني واشنطن في استمرار دعم إسرائيل في تنفيذ عملية رفح؟ قد يكون ذلك مفاجئا أن تقوم الإدارة الأمريكية بقرار نوعي في هذا الشأن. حتى الآن هي تقول أن ليس لديها مانع في هذه المعركة وهذه هذا الاجتياح لرفح، هي فقط تفتش عن كيفية إدارة مسألة المدنيين وكل ذلك. أعتقد أنه التقارير الأخيرة تتحدث عن إمكانية الوصول إلى هدنة أو اتفاق مع حماس في غزة، بإمكانها أن يكون أحد الأدوات الضاغطة هذه المرة لإبرام هذه الصفقة، أولا لتخليص نتنياهو من حرجه ولتخليص الإدارة الأمريكية من نفس الحرج. شكرا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص، شكرا جزيلا.